وخلال كلمته في أعمال قمة البحرين أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رفض بلاده لأي تدخلات خارجية في شؤون الدول العربية رئيس مجلس الوزراء الكويتي شدد في كلمته على أهمية احترام سيادة الدول نؤكد موقفنا الثابت في دعمنا لمبدأ حرية الملاحة في المياه الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقيه قانون البحار وضمان وضمان امن وسلامه الملاحه البحريه وتامين خطوط امدادات الطاقه كما نؤكد ادانتنا ورفضنا التام لجميع اشكال التدخلات الخارجيه التي تنتهك سياده اي من الدول العربيه الشقيقه مشددين على مبادئ الحوار والحلول السلميه واحترام سياده الدول واحترام العهود والمواثيق